ما قلت في السؤال، أمام شو إعلامي وإفلاس سياسي ولا وسيلة مشروعة للتعبير عن النفس؟ هو حضرتك ظاهرها ان هو شو اعلامي، الظاهر العام بيقول ان هو شو اعلامي. وانا اربأ بالسيد حمدين صباحي وهو رجل وطني مخلص، واحنا انا اعرفه من ايام الجامعه، يعني كنت اعرفه يعني مش شخصيا لكن اعرف تحركاته السياسيه والى اخره من ايام الجامعه. فهو رجل سياسي ورجل وطني، اربأ بيعنها عن ذلك. لكن انا بقول زي ما نبيل بي بيقول، كبد نبيل بي اصاب كبد الحقيقه، ان الاخوان كانوا متربصين بهذه المظاهره، فعلا كانوا منتظرين اي شيء يحدث في البلد حتى يركبوا الموجه وتصبح، وحضرتك تعرف والكل يعلم اغراضهم اللي عاوزين يوصلوا لها. فانا بقول ان ما حدث في 25 يناير او المظاهرات التي خرجت، احنا طبعا 25 ابريل 25 ابريل اسف، هذه المظاهرات ليست يعني في لها قواعد دلوقتي، في عندنا دلوقتي عشان اعمل مظاهره في قاعده، في ان انا اروح اخد اذن في اذن من الدوله، قانون يعني قانون، احنا دلوقتي في دوله القانون، يا اما نثبت دعائم دوله القانون يا اما لا نثبتها. لو بنثبت دوله دعائم القانون يجب ان يكون هناك حرص من هؤلاء الشباب او حرص من يقومون بهذه المظاهرات. معالي السفير برضو اتكلم كلام كويس ومحترم، بس كانت الناس ديت الاولى ان هي تطلع تاخد موافقة على هذه المظاهرات عشان حتى يكون الموقف القانوني لهم بيساعدهم. احنا عندنا قانون بس انا مش عايز اعيد مناقشة، انا بتكلم عن وسيلة الاعتصام بهذا الشكل، برضو يعني أقول انت شايفها إن هي ان هي في وضعها الحالي ما جدواها. هو معالي السفير بيقول ان هو في تصعيد لها، انا ارجو انه لا يكون هناك تصعيد لان حال البلد لا يحتمل التصعيد، لكن يعني اعتصام سلمي محترم في مكان ليس فيه أي مشاكل، ده شيء ما أعتقدش أنه هو هيبقى شيء مؤذي لحد، يعني ما فيش في مخالفة لأي قوانين. لكن أنا بقول لو كان فيها تصعيد آخر، فأنا أربأ بالإخوة الوطنيين اللي موجودين في هذا الاعتصام، النظرة إلى حال البلد، النظرة إلى الوضع الموجود في التي زي تمر به مصر الآن في ظل المتغيرات تمر بالمنطقة من جميع إحنا النهاردة بلد محاطة بجميع المخاطر، بمخاطر من جميع النواحي. فأرجو أن يكون هذا في صالح الوطن وليس في صالح أطراف أخرى تتربص بمصر من كل جانب. طيب.